بسم الله الرحمن الرحيم. انا احد الاباء ديال واحد التلميذ هنا في هذه المدرسه ورياضه ديال الثانويه الاعداديه ديال الثانويه التاهيليه ديال لاله سلمى، رياضه ودراسه. الحمد لله حنا مرتاحين بان الوليدات ديالنا جاو لهذه المؤسسه هذه، بحيث انهم تيقراو تيقراو في الصباح، في العشيه كيزاولوا الرياضه، كاينين اساتذه اكفاء تيقريوهم في النهار، في الليل تي من مور الستة ديال العشية تيديروا لهم سويعات إضافية. كاين المزايدات التقوية، كاين الأكل مزيان، كاين الشرب مزيان، كاين المنام مزيان. اللي خاصنا غير هو الأستاذ ديال الرياضة اللي هو متخصص، وغنشير الاسم اللي هو الأستاذ يوسف بن علي، الإطار الوطني والدولي والعالمي اللي تبارك الله هو كفء. ومادام ان وليداتنا تيمارسوا رياضه ديال التايكواندو هما في نفس هذه المؤسسه هذه، وخصنا ومادام انه هو اطار ديال التربيه البدنيه داخل مدينه فاس، نطالبوا من الجهات المعنيه باش ترسلوا لنا هو لهنايا، او فوضوا له باش يجي هو يدرب لنا الوليدات ديالنا. الان دابا هو كمتطوع ما بغاش يسمح في الوليدات ديالنا، مادام انه هو اللي دار ديك البطوله الجهويه واختار منها الاوائل ديال الرياضه ديال التايكواندو، ومن ثم الدراري التحقوا بهذه المؤسسه هذه، لانه من خيره خيره الابطال ديال الجهه وديال ومنهم اللي على الصعيد الوطني. يعني كاين اللي فاز ببطوله ديال البطوله ديال المغرب، منهم بزاف ديال الابطال اللي زعما كيشرفوا. ولهذا حنا نناشد الجهات المسؤوله لا داخل مدينه فاس ولا الناس المسؤوله على مستوى وزاره التربيه والتعليم، باش يعينوا هذا الاستاذ هذا، باش يكون ذاك الفرحه فرحتين، انه ما تيقراو الاساتذه تيقراو ذاك الموكل، استاذ مختص في رياضة التايكواندو، ماشي أستاذ غير ديال التربية البدنية عادية، هذا راه كاين واحد الاختصاص. ولهذا وجب هذا التنبيه، وهذا الشيء ما غادي نقولوه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام عليكم.